الراشدين. اللهم اقبل بقلوبنا الى دينك، واقبل بقلوب جميع المسلمين الى طاعتك. اللهم ان قلوبنا ونواشينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، واذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم كن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم كن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا الى طاعتك. اللهم ان قلوبنا ونواشينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، واذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم اقبل بقلوبنا الى دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اثرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شاننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، ولا تنزل منا صالح ما اتيتنا. اللهم اتنا افضل ما تؤتي بارك الصالحين. اللهم اتنا افضل ما تؤتي بارك الصالحين، واتنا افضل ما تؤتي الناس من المال والاهل والولد، غير ضال ولا مضل. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر من نسل دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم ايد الاسلام باشر، ايد الاسلام والمسلمين في جميع العالم، واقتفى بما تحب وترضى، وجل اخرتنا خيرا من الاولى. اي الله علي مغفره فرمان، اي الله عبدي مغفره فرمان.